السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في الأحباب. اليوم إن شاء الله غادي نجيب معايا مكان زوين ونتمنى ونتمنى من الناس اللي مازال يدخلوا عندي يدخلوا الأبوناو في القناة ديالي، وإن شاء الله دائما يوصلكم الجديد. شكرا بزاف لكم. ونوريكم هذا المكان ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتابعوني. المهم خوتي خواتاتي، انا وصلت لهاد البلاصة وعجبتني وغادي ندير فيها واحد التصويرة، وان شاء الله غادي نزيد مع الطريق ديالي حتى نوصل، وغادي من نوصل غادي ان شاء الله نبين لكم داك المكان، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتابعوني. خوتي خواتاتي، هاد ليامات كانت تهبط عندنا الشتاء بزاف تبارك الله في الجهة الشرقية، كيف ما راكم تشوفوا هذا هو المكان اللي قلت لكم عليه، كيف ما راكم تشوفوا الدنيا عندنا هنا خضرة بزاف تبارك الله. ان شاء الله هاد العام يكون عام الخير في بلادنا المغرب وفي جميع الدول العربية الشقيقة، الله يرحمنا برحمته، آمين يا رب العالمين. عجبني بزاف هاد المنظر ديال هاد الدار المهجورة في وسط هاد الجنان، نتمنى تعجبكم كيفما انا عجبتني. المهم خوتي خواتاتي، الله يحفظكم ويبارك فيكم. اللي عجبه هاد المنظر يدير اعجاب ويقول لي رأيه ويخلي لي تعليق زوين
وشكرا بزاف لكم. شوفوا البني تبارك الله في هذه البلاصه راها فرحه. زمان كان واحد جارنا الله يرحمه كان يكسب البني على طول العام، ولكن في هذه السنوات الاخيره قليل ديال الناس اللي بقاو يكسبوا البني. الله يعطينا الشتاء على قدر نتا باش يعيشوا البني وباش تكون الفلاحه مزيانه. الله يرحمنا برحمته، آمين يا رب العالمين. المهم خوتي خواتاتي اللي داخل الوطن واللي خارج الوطن وجميع المتابعين ديالي تي في احداث من المغرب ومن جميع الدول العربية الشقيقة ومن جميع انحاء العالم، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ونتمنى تديروا اعجاب وتخليوا لي تعاليق زوينة، وإن شاء الله يدوم التواصل دائما. والله يحفظكم وشكرا لكم بزاف بزاف وتحياتي لكم كاملين.
ان شاء الله تعجبكم المناظر الخلابه. عندنا في بركان بزاف ديال المناطق هكا اللي فيهم المناظر الخلابه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله دائما نجيب لكم الفيديوهات الجداد اللي فيهم هكا المناظر الطبيعيه الخلابه، وما كاش ما احسن بالمناظر. وان شاء الله في القريب ان شاء الله غادي نبقى نشوف ندير لكم شي اكله هكا في الجبل ولا، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم، وشكرا بزاف ليكم. المهم اخوتي اخواتاتي، انا راجع للدار. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا البلوغ، نتمنى تعجبكم المناظر الخلابه، وان شاء الله دائما الجديد. واللي ما تابوناش في القناه ديالي يدخل يتابونا في القناه ديالي ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا بزاف لكم وتحياتي للجميع.